لقينا هاد الاعلاميين المرموقين على الصعيد الوطني وسدينا الاعلاميين على الصعيد المحلي باش نديروا واحد الندوه اللي نفتحوا فيها النقاش نشوفوا الاسباب ديال الاخفاق ديال فريق القاسمي اللي ولا كيحضن 16 والفئه ديالو اللي كتعذب نديروا التشخيص لهذه الحاله اللي فيها الوضعيه الرهينه ديال اتحاد القاسمي ولقاو الحلول. استدعينا المكتب المسير باش يجي لحفله الغداء اعتذر، استدعينا باش يحضر هذه الندوه باش يجي يقول الاكراهات اللي عنده. حنا ما ضدش المكتب، ما جيناش حنا باش نكريتيكو المكتب ولا ننتقدوه، حنا النقد ديالنا يكون بناء لان حنا ولا الفرقه وتقدمنا مع الفرقه وتهرسنا، كاين اللي مشى للمستقبل ديالو كاين، وحنا درنا هذه الندوه تحت الضغط ديال الشارع لان كاع الجمهور القاسمي ولا كيتجه لينا من بعد تسدوه في الابواب ديالو جميع الابواب التجه لينا. حنا اجتمعنا اتفقنا كقوى المعلمين باش نديروا هاد الندوه ونعيطوا على الاعلاميين كاملين ونعيطوا على المكتب المسير باش نشوفوا الاسباب اللي ادت لهاد المراتب اللي كيحتلها الفريق ولقوا الحلول. وكنتمنى على الله باش نجي هاد الندوه، وكنتمنى باش يجي المكتب باش هو يشوف يقول الاكراهات اللي عنده، ما يبقاش غالق على راسو. هذه راه كره القدم، راه الفرقه راه ما ديالي ما ديال شي واحد اخر، راه المسير راه كيدوز، راه دازوا مسيرين، دازوا لاعبين، غيجيو لاعبين، غيجيو مسيرين. الانسان ما تكونش فيه الانانيه، يكون منفتح، لان حنا ما باغيش حنا المراسيم ياخذوها هما، يقدموا الفرقه، هذه هي الحقيقه. لا حنا التدخل استعجالي، لا حنا دابا لان الوضعيه اللي فيها الفريق كتخصها تدخل استعجالي، يعني لا ما قدوش هاد الناس، هذا راه خصهم بكل جرأه، راه ماشي عيب تفشل، وماشي عيب تنجح. راه كل راه الانسان ما خصوش بالخطا، حنا دزنا كويريه دازت عندنا مراحل فراغ وجاو مراحل كذا، ولكن كنعترفوا اي مرحله كنعترفوا بها، ماشي عيب. الانسان راه متعرض لهاد الدنيا للنجاح ولا للفشل، وكنتمنى يجيو، ولكن مع الاسف حنا باقي كنتظروا يجيو، نتمناو لهم حتى هما التوفيق، لانهم حتى هما مسؤولين، وحنا كنتمناو كوداديه وكنتمناو الجمهور باش يحتج يلتف في الامور الفريق ديالو سواء مدينه القصيري ولا خارج الميدان. بالنسبه لفريق الاتحاد القاسمي هو كاين فرق كبير، فرق شاسع ما بين الماضي وما بين الحاضر. الماضي كان تقريبا كانت عائله واحده ما بين اللاعبين ما بين المكتب وما بين الجمهور، كان كلشي تيبغي الفريق ديالو، كلشي تيحب الفريق ديالو في السراء وفي الضراء. لذلك كان الفريق غادي بواحد الخط اللي هو خط تصاعدي، والدليل على ذلك عندنا الفريق دوز واحد الفتره اللي هي فتره جميله وجميله جدا، وغالب الاحيان كانوا بعض اللاعبين هما لاعبين في المستوى ما نقولش انا الوطني ولكن العالمي، اللي كان الفريق اللي دوز لاعبين اللي في المستوى الكبير. لا ما نقدرش نذكر الاسماء لان كثير كثير منهم. وما بين دابا اللي انا تيحس في القلب ديالي على انني تنسمع الفريق الاتحاد القاسمي اللي لحق لهذا المستوى اللي هو مستوى في حقه ما يمكنش يشرف اي قاسمي ما يشرفوش، رغم انني انا ماشي ولد سيدي قاسم، ولكن راه عندي جذور سيدي قاسم وانا ولد الدار البيضاء، ولكن عندي جذور سيدي قاسم اللي يمكنش ينسى ما قدمته وما قدمته لي سيدي قاسم. لان اولا هذا ما يعاب على المكتب المسير الحال هو عدم التواصل. التواصل هو النقطة السوداء اللي عندنا. النتائج اللي كانوا أولا كان اللعابة البيبار ديالهم كانوا ولاد سيدي قاسم، كانوا كيغيروا على القميص. في حيث حنا كنشوفوا بأن البيبار ما فوق على 70-80% من خارج المدينة. إذا كيلعبوا كيلعبوا لأن السالار ديالهم موجود والسلام.